السلام عليكم. تاني فاكس وصلني في خلال هذه الثانية، بيشرحوا لي فيه مواصفات شغلانة العروسة التانية. عروستنا شغلانتها تستحق الريادة، لأن ممكن يخرج من تحت إيدها جيل على غير العادة. لو أولادها متفوقين بتبقى في غاية السعادة، ولو ولادها متعصرين بتربط دماغها وتشرب قهوة سادة. مهنتها مهنة تستاهل التبجيل، ولازم تتناول فيها الشرح والتحليل، وتفضل تعيد وتزيد للشاطر وللبليد، وكل نقطة بالتفصيل، ماشية بمبدأ الثواب والعقاب. بتكافئ اللي حضر وتعاقب اللي غاب. يا ترى عرفتوا مين الست الرئيسة؟ ويا ترى مهنتها وحشة ولا كويسة؟